على ميزة كيفية حذف حسابك بعد وفاتك من خلال الميسنجر على الفيسبوك. اليوم سوف نتعرف على طريقة كيف يجعل الفيسبوك حسابك يحذف بعد وفاتك عن طريق الميسنجر فقط. سوف نأتي إلى هنا كما ترون، نضغط عليها وبعدها نأتي إلى هنا الإعدادات الحساب، نضغط عليه وبعدها نأتي إلى هنا، ننتظر قليلا كي يشتغل معنا، ثم سوف نتمكن من معرفة هذه الميزة التي يضعها الفيسبوك أو الميسنجر. نأتي إلى هنا ملكية الحساب، نضغط عليها كما ترون ملكية الحساب والتحكم، ثم نأتي إلى هنا إعدادات إحياء الذكرى، نضغط عليها وبعدها سوف نقوم بحذف الحساب بعد وفاته، نضغط عليها وبعدها سوف تأتي إلى هنا يقول لك هل تريد حذف الحساب في المستقبل؟ لا عدم الحذف أو نعم حذف بعد الوفاة. يمكنك الاختيار، وإذا قمت بالاختيار سوف تضغط على حفظ. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.